السلام عليكم ورحمة الله. هنجرب مع بعض الاختراع الجديد اللي هو تبع الجنابر. أنا حطرك رابط البائع في أسفل الفيديو. أنا وصلني خلال 10 أيام، خلال 10 أيام كان موجود عندي. هذا هو بهذا الشكل. وين الصورة؟ تمام، بهذا الشكل. هنشوفه تحت الميكروسكوب. تمام، بهذا الشكل هو. احنا معنا ايفون اكس. انا طيرت الرجل هاي، انا بحصها. نشوف الممانعة 500. تمام، حتى نركب ال هذا حسب ما احنا كلياتنا شفنا. نحك بس شوي، نطلع ال تمام. شايفين الممانعة تحت 500. مبدئيا احنا لازم نحط شوية بلاكس، نحط قصدير، كمية كافية. حنيجي الآن نحط قصدير 138. تمام، الهوت اير، الهواء خلي انا 5. كويك 861 دي دبليو. اما تستخدم هاي الطريقة او في الكاوي نفسها تزرع قصدير. وبإمكاننا في الطريقة الثانية عن طريق الكاوية. هنجربها الآن مع بعض. بس نجيب تب يكون رفيع. تمام، أول شيء نجيب هذا ونفكه وندور على الرجل المناسبة. أتوقع تبع الآيفون إكس هو هذا. هاي الأرجل هنطلع وحدة من الأرجل.
نجيب بس ال اليو في. ونحاول نحط على طوارف الرجل، بعدين نحط الرجل ونحط الماسك. لو جينا نتأكد تمام، رجعت للمعاناة. أي طريقة؟ يحتاج مسح بس في السكين عشان تطلع معنا الرجل مضبوط. هاي أول طريقة لو فرضنا على الآيفون إكس، عوضنا وحدة من الأرجل. طيب هنشوف مكان ثاني أنا مجهزه، مثلا في الناند. معناه هذا ايفون 6، هاي الرجل طايرة. هنشوف الممانعة 479. تمام، اللي نحتاجه احنا نسحب في روس يجي معها جمبر، روس تجي جاهزة الناند. لو فرضنا هذا مقاسه كويس وهذا اكبر، هذا مبدئيا هذا ممتاز. طيب نجيب هذا، لازم نشتغل في أداتين. يا ابوي انزلي.
تمام، هاي مبدئيا، بس انا عشان اجيب اداة ثانية تكون شاطرة اشتغل فيها. تمام، احنا مبدئيا هنجيب اليو في نحط اللمبة شوي عليها. انا ما كان في ودي يكون الفيديو طويل، لكن هاي احنا داخلين على 15 دقيقة. كان يعني كان في ودي اركب اجرب على اي سي الواي فاي،
الممانعة مو راضية تطلع. بإمكاننا نحط تصدير سائل في الهوت اير، لكن أنا ما أحب أشتغل في الهوت اير، أو أخذ معي وقت. والله هالهولدر أسوأ هولدر أنا أجيبه.
ما أحلى، بس نفحص ممانعة موجودة. تمام، كان أنا في ودي إني أجرب على الآيفون إكس، عفوا على الآيفون 7، كنت أنا مجهز، بس هو نفس المبدأ نفس الفكرة. خلاص، هذا طريقة توصيل الجنابر الجديدة، والله خطوة جيدة جدا، يعني تساعد كثير في موضوع الجنابر، فكرة ممتازة. طبعا سعرها ما هو غالي، انا حترك رابط البائع على علي اكسبريس اسفل الفيديو. تحياتي للجميع، اخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.